مرحبا، أهلا وسهلا فيكم إلى موقع الإنترنت فنجان.com. هنا أفي. هذه الأيام تشن حملة احتجاج جمهوري في إسرائيل، وذلك حول موضوع أزمة السكن. فهذا الاحتجاج بلش بمبادرة للشبان والأزواج الشابة في إسرائيل، وخاصة الطلاب الجامعات اللي عم بيستأجروا الشقق في إسرائيل. فلا شك إنه هذا الاحتجاج هو على مثابة انعكاس لأزمة السكن في إسرائيل. السنوات الأخيرة ارتفعت أسعار المنازل بالأجار في إسرائيل بشكل حاد، فبناء على التفاصيل الأخيرة اليوم يبلغ سعر إيجار الشقة في إسرائيل لحد 35% من المعاش المعدل في إسرائيل. شو هي الخلفية لهذه الأزمة وشو هي الأسباب؟ السبب الأول هو إنه حجم البناء المكثف فهو غير كافي. إن الإجراءات الإدارية المتعلقة بإصدار رخص للبناء فهي متطولة ومعقدة في إسرائيل، ابتداء من مرحلة التخطيط والمصادقة على التخطيط ولحد مرحلة التنفيذ، ونتيجة لذلك عم تطول كل المرحلة لمدة سنوات. السبب الثاني فهو ظاهرة اللي صارت منتشرة في إسرائيل، وذلك المستثمرين الخارجين اللي عم بيشتروا المنازل والشقق في إسرائيل، ونتيجة لذلك عم ترتفع بشكل حاد أسعار الشقق في السوق. فنتيجة لذلك قد يكون اليوم سعر الأجار للشقة في إسرائيل حوالي 3000 شيكل، وسعر الشقة متوسطة الحجم للشراء في إسرائيل قد يكون حوالي 1,000,000 شيكل وحتى أكثر في منطقة الوسط. فإذا هذه الأزمة أدت إلى اندلاع الاحتجاج الجمهوري، وخاصة للأزواج الشابة والطلاب الجامعات. وتم تعبير هذا الاحتجاج عن طريق إنشاء مئات من الخيم في أماكن مختلفة في دولة إسرائيل، وعلى رأسها منطقة تل أبيب ومدينة القدس، وكذلك مدن إسرائيلية إضافية في الجنوب وفي الشمال. الظاهر أنه حاليا يتخبطون مؤسسي هذا الاحتجاج بالسؤال شو هو الطريق الملائم للاستمرار. الظاهر أنه في جزء منهم اللي بيؤيدوا بتصعيد الاحتجاج، ولكن من ناحية تانية هناك من بزعم انه ممنوع تصعيد هذا الاحتجاج، لانه هذا بجوز رح يؤدي الى خسر الدعم الجمهوري والتعاطف الجمهوري. فبعض من الجرائد البغانية وصفت هذا الاحتجاج باسم ميدان التحرير في شارع روتشيلد. فشارع روتشيلد هو شارع رئيسي في مدينة تل أبيب، وفعلا لا شك انه في شبه من المشابهة بين الاحتجاج للشبان الاسرائيليين وبين الاحتجاج للشبان في مصر او في اماكن اخرى في العالم العربي. فالمشابهة هي بالفعل بنقطتين. النقطة الاولى انه الاحتجاج رح يكون على ظاهر وعلى اكتاف الجيل الشاب، والنقطة الثانية انه الجيل الشاب مهما إسرائيلي أم مصري أو سوري وإلى آخره عم بيطالب أجوبة حقيقية للأشياء اللي هو بحاجة إلها، طريق المثل طبعا موضوع السكن. فإذا برأيي من هذه الناحية هناك كثير من المشابهة بين الجيل الشاب في إسرائيل وبين الجيل الشاب في العالم العربي. طبيعة الأمر هذه المشابهة برأيي شيء إيجابي، لأنه قد ما بتفهم الناس في المنطقة أنه هناك كثير من نكات المشابهة بين الجيل الإسرائيلي والجيل الشاب العربي، قد ما بتكبر إمكانيات الحوار والتفاهم في هذه المنطقة. وإذا هنا أفي من موقع الإنترنت فنجان.com، أتمنى لكم تحية طيبة وإلى اللقاء.